خلت شوارع مدينة الطارف من حركة المواطنين وأيضا المركبات بفعل النظام المحكم الذي طبقته مصالح أمن الولاية في إطار تطبيق قرار الحجر الصحي ومدى استجابة المواطنين إلى عمليات التحصيص والتوجيه لمختلف الفرق الأمنية. هذا وقد رافق تلفزيون النهار عناصر الأمن في مهمتهم بمراقبة مختلف الحواجز ونقاط العبور والدوريات، حيث وقف على مدى استجابة المواطنين للتعليمات وحرص المصالح الأمنية في تطبيق القانون. المزيد مع محمد بن كموخ. بمناسبة عيد الفطر المبارك، سطرت مصالحنا بأمن ولاية الطارف مخططا أمنيا ميدانيا المقترن هذا العام بتدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، أين سخرت له الإمكانات المادية والبشرية الضرورية. يشمل هذا المخطط المحاور التالية: تعزيز دورية الراكبة والراجلة والحواجز الأمنية، السهر على تطبيق الصارم لأحكام المراسيم واللوائح التنظيمية المرتبطة بالوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية مع مختلف شرائح المجتمع للوقاية من هذا الوباء، توزيع الكمامات الوقائية على المواطنين تحت شعار عيد فطر بدون عدوى.